نحن كلجنة معنية باختيار الصورة وباختيار الشطر وطرحها في المسابقة، نرى بأن وضع نصف النهائيات لهذا البرنامج أضفت نوع جمالي آخر لهذا البرنامج، أضفت نوع جديد من التحدي، رفعت حدة التحدي أيضا، وفي المقابل استطعنا أن نصل لصفوة الصفوة من الشعراء، وسيكون الختام لهذا البرنامج ختام مختلف عن الموسمين السابقين. والمتابع والمحب والشاعر أيضا الذي يبحث دائما عن التميز سيلمس هذا التغيير بإذن الله في الحلقة الختامية. أعتقد بأننا نحن في النصف النهائي الثاني، صحيح بأن عدد المشاركين سيكون محدود أو مقتصر على كم معين أو محدود، ولكن نسبة التفاعل أو إن صحت الكلمة الأدرينالين في سماء الشعر ولدى الشعراء ارتفعت وسترتفع بشكل ملحوظ، وهذا ما سيلمسه المتابع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا عبر تويتر وإنستغرام. أعتقد من خلال دمجنا بين شعراء الصورة بشعراء الشطر والعكس صحيح، هو امتياز آخر للبرنامج بأن الشعر لا يقتصر فقط على صورة وشطر، ولكن يبقى سماء الشعر هو سماء واحد يتسع لكامل الأفكار، يتسع لكامل صور جمالية يطرحها سواء الشاعر أو متذوق القصيدة النبطية. هذا الأمر يقودنا إلى حقيقة قد يتداولها أو يعرفها الكل، بأن أغراض الشعر على مدى واختلاف تنوعها تبقى مجال رحب للشاعر بأن يتعاطاها بأريحية أكبر.